والشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الموقف. أهل الموقف يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون اشفعوا لنا إلى الله يريحنا من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم فيشفع إلى الله بإذن الله ويقضي الله بين العباد. وأما العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره، فهي في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحق النار أن لا يدخلها. فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من النبيين ومن الملائكة ومن صالح البشر، وكل هذا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.